أهلا بكم، إطلالة جديدة من المملكة العربية السعودية من مدينة جدة. نبدأ معكم ترحال هذا اليوم لفقرات برنامج الميدان لهذه الحلقة، فأهلا وسهلا بكم إلى تنوع فقراتها. ما الشيء الذي طلبه أصحاب الكهف وآمنت بسببه الجن، كما جاء في سورة الكهف وسورة الجن؟ وهنا نسأل هذا السؤال الديني في منطقة الرباط بوادي عمد. سؤال ديني: ما الشيء الذي طلبه أصحاب الكهف وآمنت بسببه الجن؟ تحفظوا القرآن؟ لا. إيش من سورة تحفظون؟ النجم. وانت؟ صافات. ممكن تجاوزت هذا الشيء. شيء طلبه أصحاب الكهف وآمنت بسببه الجن، إيش هو هذا؟ خروج من الكهف. جن إيش طلبت؟ طلبه أصحاب الكهف وآمنت بسببه الجن. القرآن. كيف القرآن؟ أصحاب يافع كيف حالكم؟ الحمد لله تمام والله. ما الشيء الذي طلبه أصحاب الكهف وآمنت بسببه الجن؟ اللهم بارك. إيش هذا؟ والله مش أنا عارف. سهل. طلبه أصحاب الكهف وآمنت بسببه الجن. والله ما سنة داري بأمان. ما زلنا في مأرب ونسأل هذه التساؤلات. شباب هنا كيف حالكم يا شباب؟ طيبين. معلومات اختبارات ولا إيش؟ طيب. أقول لك افتطلع هذا. طيب سؤال نعطي لكم جائزة قبل الاختبار، إيش رأيكم؟ عادي. طيب معانا السؤال يقول: ما هو الشيء الذي طلبه أصحاب الكهف وآمنت بسببه الجن؟ سؤال هذا ديني وفي القرآن وبسيط. كرر. ما الشيء الذي طلبه أصحاب الكهف وآمنت بسببه الجن؟ الشيء الذي طلب. كنت تحفظ في الآية؟ أصحاب الكهف. أيوة. وآمنت بها الجن. وآمنت بسببها الجن. شيء طلبه أصحاب الكهف وآمنت بسببه الجن، ما هذا الشيء؟ الرشد. كيف الرشد؟ بس توضحوا لي كيف طلبوا أصحاب الكهف. اقربوا شوي من السيارات، بس شوية أبين وشارعها هذا الدولي. طلبه أصحاب الكهف وآمنت بسبب الجن، كيف الرشد؟ ربنا آتنا من لدنك هيا لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيا لنا. من هذا اللي قال؟ الكهف. أصحاب الكهف ما شاء الله تحفظوا القرآن. أصحاب الكهف قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيا لنا من أمرنا رشدا. طيب وأيضا آمنت بسببه الجن، كيف؟ إن سمعنا قرآناً يهدي إلى الرشد فآمنا به. يهدي إلى الرشد فآمنا به. ولن نشرك بربنا أحدا. وإجابة صحيحة من الأخوات، ربما إلى التحفيظ أو إلى التعليم. إجابة صحيحة، طلبه أصحاب الكهف أي قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمننا رشدا. والجن آمنت بسببه الجن، قالوا إن سمعنا قرآن عجبا يهدي إلى الرشد، فالقرآن يهدي إلى الرشد والرشاد. إجابة صحيحة. ومبدئيا 20,000 ريال من الشركة العربية اليمنية اسمها تراعي برنامج الميدان. مبروك على الأخوات. ممكن بس أم من أو أخت من أو وفاء أخت محمد اعتداء. إجابة كلكم من أبين ولا؟ نعم من أبين. و20,000 ريال مبدئيا يستاهلن التحية وألف مبروك، يستاهلوا. باقي لكم سؤال إضافي، هذه 20 بين الأخوات وتشاركن. سؤال إضافي هو الشق الثاني والفقرة التالية في القرآن، إما تجيبوا أو نتحول إلى منطقة ثانية، بس ركزوا على 10,000 إضافية. السؤال أو الشق الثاني من السؤال يقول: نحن اليوم طبعا في اليوم السادس من رمضان، في رمضان ما الآية التي بدأ بها الجزء السادس في القرآن الكريم؟ المائدة. سورة المائدة. سورة المائدة. قبل النساء. النساء صح. إيش الآية؟ إيش الآية تقول؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ما شاء الله، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وإجابة صحيحة ما شاء الله تحفظوا القرآن. إجابة صحيحة هنا وإضافية أيضا، لهم 10,000 ريال إضافية من الشركة العربية اليمنية اللي اسمها تراعي برنامج الميدان ويستاهلوا. والشق الثاني وهذه أيضا 10,000 ريال إضافية. مبروك للأخوات أيضا، هذا المبلغ الإضافي مبروك عليكن. وأيضا
10,000 الإجمالي 30,000 يستاهلوا، باقي لهن حاجة ثانية. هدية أيضا رمضانية من راعي البرنامج اسمنت العربية، كل عام وأنتم بخير وأنتم طيبين وتستاهلوا، أعطوا لهن تحية يستاهلوا. من المكلا الموسوعة الشعبية لحلقة هذا اليوم، ماذا يعني أهل المكلا بهذا المثل الشعبي؟ يرد ومتحدي أسئلة شعبية، وهذا سؤال شعبي هنا في أسواق حريضة. كيف حالكم يا أصحاب حريضة؟ حياك الله. كل عام وانتم بخير. الله يحييك. من نفس حريضة؟ لا. ولا هنا في سوقها بس؟ لا، السؤال أنا ما عرفته. طيب، أهل المكلا مثل شعبي، أهل المكلا يقولون يرد ومتحدي، إيش معنى؟ الله أعلم. سؤال شعبي. ما أنا داري بشو الشباب ولا. يا شباب كيف حالكم؟ الحمد لله. من حريضة نفسها؟ لا لا. ولا من وين؟ من تبرة. تمرة. تبرة. تبرة. سؤال شعبي، أهل المكلا يقولوا في هذا المثل الشعبي يرد ومتحدي، إيش معنى؟ والله ما أعلم. في مأرب، هذا سؤال أهل المكلا يقولوا، طبعا مثل شعبي يقولوا يرد ومتحدي، إيش معنى؟ مثل من أصحاب المكلا يقولوا يرد ومتحدي. تحدي ماشي. إيش معنى؟ كيف حالك؟ الحمد لله. من وين؟ من الحديدة. حي الله أصحاب الحديدة. يرد ومتحدي إيش يعني؟ متحدي يعني إيش يعني؟ إيش يعني هذا المثل؟ يردوا متحدي. يعني يرد متحدي. أصحاب المكلا يقولوا يرد ومتحدي، إيش يعني هذا المثل؟ متحدي تحدي ولا إيش؟ بس تشرح لي إيش يعني؟ يرد يرجع. يرد ومتحدي. يرد معناته يرجع، ومتحدي بتحدي. إيش يعني يتحدى؟ هكذا يتحدي، معناته متحدي ويرجع بيتراجع بكلامه. يا أصحاب كريتر، معنا مثل شعبي يقول يرد ومتحدي، ايش يعني هذا؟ اصحاب المكلا هذول اصحاب الحضرموت يقولوا يرد ومتحدي، ايش يعني يرد ومتحدي؟ يعني غدك ترد عليه وغدك متحدي زي اللي تقول. عندنا مثل يقول ضرب واشتكي عاده. لا، مقارب له. خميد وقور. خميد وقور. كيف خميد وقور؟ بس لا، بس تشرح لي ايش يعني هذا يرد ومتحدي؟ يعني دخل فوق حقك وعاد يتحداك كأنه تحدى. لا، حي الله أصحاب يافع، كيف أحوالكم؟ والله بنعم، معنا الحمد لله. صادق صادق عم صادق، حياك الله. سؤال شعبي يقول أصحاب المكلا يقولون يرد ومتحدي، إيش يعني هذا المثل أو هذه الكلمة؟ يرد ومتحدي. يرد ومتحدي السؤال يعني بيتحدون أي واحد يرد منهم سؤال. كيف؟ إيش يعني يرد ومتحدي؟ هذا مثل شعبي. يردون أو بعدهم بيتحدون. بيتحدون. تعال كيف؟ طبعاً عندك عندك معلومة، عندك تفسير لها. أصحاب المكلا، أنتوا طبعاً أصحاب يافع ما تقولوا هكذا. نمزج بينكم، أنتوا عندكم اللتي صح؟ نعم. وأنتوا تقولوا أكل سره العسن صح؟ نعم. لكن هذه نسألهم أصحاب المكلا، أنتوا نسألكم أصحاب المكلا يقولوا يرد ومتحدي، إيش تعني؟ يعني يرد يعني يرد بقوة، يرد بقوة يعني بهامة. متحدي يعني عنده معلومات يعني بجراءة. متحدي أي واحد؟ لا، يعني متحدي، يرد متحدي. إيش يعني يرد ومتحدي؟ يرد متحدي. يرد ومتحدي إيش يعني؟ إيش يعني يرد ومتحدي؟ أسئلة شعبية هنا في الشحر، أصحاب المكلا يقولون يرد ومتحدي، إيش يعني هذا المثل؟ يعني يرد ولابس حدين ما يقع. يرد ومتحدي ولابس حدين. يعني متحدي لابس حدين. يعني يعني لابس حدين. لابس حدين. أنت تقول إيش حدين؟ حدين إحنا نقوله. من الشحر؟ لا، من المكلا. يعني أنت من نفس المكلا. نفس المكلا. نعم. يعني إحنا كنا بس أصحاب الشحر. نعم. طيب، يرد ومتحدي، إيش اللي يرد؟
يرد الجرد الفار، يعني هم الاصل كلمه الجرد بس انتم تقولوا يرد. يرد احنا نقولها باللهجه يعني الفار. الفار نعم. يرد ومتحدي يعني يرد ولابس حدين ما يقع. متحدي مش معناها من التحدي وانما من الحذاء، اي متحدي اصلها، بس اصحاب المكلة يحولون الدال او الذال دال، يقولوا متحدي او متحدي. نعم. ايش يضرب هذا المثل؟ يعني من قال يعني فقير ومتكبر او ايش عاد؟ ايش ممتاز وايش عاد من او يحمي وتنف او انا زيدك سعيد واحده عرى وتشترف من فوق الريم نفسه. كلها امثال كلها الامثال امثال تصب في مكان واحد. يرد متحدي اي يعني واحد يعني ما في حاله شيء ويعمل يبغى مثل هو أو ايضا هو التكبر. هو التكبر ومن يريد الاستعلاء على الاخرين وهو لا يملك هذا الشيء. فليرد صعب انه يلبس حذاء ويمر. جواب صحيح هنا في الشحر ولكن جيب اصحاب المكلة نفسهم. من الاسم؟ احمد محمد بحيدرة. احمد محمد بحيدرة من المكلة. نعم. فوة المتضررين. فوة تستاهل 10000 ريال من الشركة العربية اليمنية للاسمنت راعي البرنامج. تستاهل. شكراً. وأيضاً لك هدية رمضانية. شكراً. من راعي البرنامج اسمنت حضرموت. كل عام وانتم بخير. وانت كذلك. يعني لاننا الجرد ما قد تحذى ابدا. كيف ما قد تحذى؟ يعني ما 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 البس الحذاء ويعني القاه حاجه مه يعني كما ذاك يتحدون يعني كما ما يقول لك واحد يعني في المثل يعني قالوا على اساس انه اصيب بالعين واصيب بالعين من واحد اقرب. جاء الثاني قال اوه محمس ويذرع. محمس ويذرع لأن المحمس بعد يذرع ولا يذرع والقراد ما قد بدأ شفت قراد. الإجابة صحيحة هنا كما يقولوا أهل. عندكم هذا المثل ولا ما قد سمعته؟ لا أنا لأول مرة أسمع. بس كيف فهمتوا أنه متحدي معناها ملابس حدي؟ لأن أنا مدرس واللهجة أعرفها والعربية. المكلوين إيش يقولوا؟ ها؟ يقولوا حدين. أيوة يا وأنتوا إيش تقولوا؟ ونحن نقول حذي. بس في الساحل يقولوا حدي. وإجابة صحيحة وكما شرحها. ومبروك عليك 10000 ريال من الشركة العربية اليمنية اسمنت بالأخ. من اسمك؟ أحمد عبد الرحمن عمر العمودي. كأنك تشير لنا. ما أبغى شيء جوائز أقول لك. مع بعض؟ هذه بيننا ثلاثة. خلاص بين الثلاثة 10000 ريال للثلاثة. طبعا هي هدية بس إكرامية لكم 10000 ريال. وأيضا باقي أيضا لكم هذه الهدية، هدية رمضانية من الشركة العربية اليمنية الإسمنت راعي برنامج الميدان. كل عام وانتم بخير وطيبين يا أهل سلمون. حياكم الله. الله يسلمك. حياكم الله. تحدي يا تحدي يا لابس حذاء يعني كيف يعني؟ يعني متحدي زي ما تقول الحضرمي ده تقريبا مثال الغرور او حاجه زي كده. ممتاز جدا عن الغرور وهو ايضا مثل له ارتباط ب يعني غرور الشخص. يقول لك يعني يرد ومتحدي هي لهجه مكلاويه ساحليه. يرد يعني جرذ، متحدي ليس من التحدي وانما لابس حذاء يعني. لابس حذاء يقول متحدي اي ومتحدي اصلها ومتحدي اصلها. إجابة صحيحة هنا في كريتر. الأخ من؟ وائل علي. من كريتر ولا؟ كريتر. من كريتر وائل؟ وائل علي. وائل علي في كريتر. وإجابة صحيحة لهذا المثل الشعبي الحضرمي. والمبلغ 10000 ريال من الشركة العربية اليمنية اسمها راعي برنامج الميدان. مبروك عليك يا وائل. أعطوا له تحية يستاهل وائل. مبروك وائل هذه 10000 ريال مبروك عليك. وأيضا باقي له أيضا هذه الهدية من راعي برنامج الميدان اسمنت العربية. مبروك عليك كل عام وانتم بخير وطيبين إن شاء الله. تحية لكم أصحاب عدن.
أهلا بكم في تساؤلنا لفقرة حول العالم لهذه الحلقة. اقتصاديا، ماذا يسمى الجزء من الريال السعودي واليمني والعماني؟ ومع الخط الدولي الواصل من عدن إلى أبين هنا وإلى حضرموت والمهرة شرقا، ماذا يسمى الجزء من الريال اليمني والسعودي والعماني؟ يسمى نقود. كيف نقود؟ الجزء منها إيش يسمى؟ هذه دول تعتمد على الريال، في دول أخرى تعتمد على الدرهم، لكن جزءها ماذا يسمى؟ يسمى ريال. أيوة. ويسمى فلس، اسمه بعضها دولار. أيوة. وجنيه. هذه عبارة عن عملات، لكن أسأل عن أجزائها. شفت عمان، وهذا الخط طبعا يؤدي إلى عمان. السؤال يقول ماذا يسمى الجزء من الريال اليمني والسعودي والعماني؟ إيش يسمى؟ ونعطي لك جواب. إيش يسمى الجزء من الريال؟ الريال اليمني إيش يسمى الجزء منه؟ ركز معي، يسمى إيش الجزء من الريال اليمني؟ إذا صرفنا الريال اليمني يعطينا إيش؟ فلس، صح؟ أيوه. السعودي إيش يعطينا؟ يعطينا يمني. إذا صرفنا الريال اليمني يعطينا أفلاس، أفلاس، هذا جزء من الريال اليمني أفلاس. والجزء من الريال السعودي إيش؟ ايش صار نصرف السعودي؟ ايوه. ويعطينا احنا يمني. الجزء منه ايش يسمى؟ كثير الجزء. الجزء من الريال السعودي ايش يسمى؟ كثير. مثلا. الاخوات هنا كيف حالكم؟ ممكن؟ الحمد لله. اسالكم معنا سؤال، ممكن توصلوا الى 60,000 سؤال تصاعدي. انتم من مارب ولا في مارب؟ من مارب. من مارب. سؤال تصاعدي يقول ماذا يسمى الجزء من الريال اليمني والسعودي والعماني؟ جزء من الريال العماني بيسه. اليمني والعماني والسعودي. طيب العماني بيسه او بيسه. بيسه في العماني. اليمني والسعودي جزء منه. احنا عندنا الريال اليمني ريال سعودي، لكن جزء اللي هو قرش هلله. لحظه، ايش الهلله وايش انت الحين قلتوا العماني بيسه؟ بيسه صح. هلله سعودي. والريال السعودي هلله. هلله جزء منه، يعني عباره عن هللات وتكون الريال. واليمني معروف قرش فلس. فلس أو قرش فلس. فلس وإجابة صحيحة. ومبدئياً طبعاً مبدئياً 10,000 ريال من الشركة العربية اليمني. اسمه راعي برنامج البدان، يستاهلوا تحية هنا. تحية للأخوات. من اسم الأخوات؟ ولاء. نعيم. ولاء و نعيم. نعايم، مبروك عليكم 10,000 الآن لولاء ونعايم. ركزوا عشان توصلوا إلى 60,000. معانا كالمعتاد 200 ثانيه بس نذكر بها المشاهد، 200 ثانيه تجيبوا على اربع اسئله، ومعاكم ثلاث وسائل مساعده معروفه الان كما تطلع في الشريط، اما التحويل للجمهور ولهم الجائزه، او الحذف اذا كان صعب عشان تلحقوا الثواني، او المستشار مستشار الميدان يوضح لكم. جاهزه؟ ايوه. نبدا بالسؤال التصاعدي الثاني. طبعا السؤال التصاعدي قيمته 5,000، اللي بعده 10,000، اللي بعده 15، والاخير 20. رصيدكم الآن كم؟ 10. يلا، السؤال التصاعدي الثاني يقول ما العملة الموحدة التي كانت تستخدمها دول الخليج وبدأ العد؟ إيش العملة الخليجية الموحدة كانت لها اسم قبل اعتماد أو قبل أن تكون لكل دولة عملة، كانت عملة موحدة لجميع دول الخليج؟ إيش اسمها؟ عملة خليجية موحدة قبل اعتماد كل دولة العملة. إذا بثبتوا الوقت الآن يمضي، خليه لا دينار. شوفوا إذا بثبتوا أو إذا بتحولوا على الجمهور، إذا أنتم مش متأكدين أنصحكم تحولوا الوقت. أحول. شوفوا أي خطأ أحول. خلاص معاد في أسئلة تنتهي كامل الأسئلة. تحولوا. أيوه. من الجمهور اللي هو، ولازم الجمهور طبعا يجيب أحد الأخوات. من في حد هذه ما أدري هذا عنده. إذا أخطأت بتروح عليكم الجوائز كاملة. الدرهم. ما أدري، تفضلي عشان الوقت يا تفضلي بسرعة عشان الوقت. تفضلي، ما هي العملة الموحدة؟ إيش تأكد؟ دينار أو الدرهم بس؟ خلاص الدينار. دينار. الدينار. الدينار. ثبت عليها. الدرهم. الدرهم. لا هي لها، قالت الدينار. خلاص الدرهم. ثبت على الدرهم. كم الوقت الآن؟
باقي دقيقة وخمسين ثانية وقالت الدرهم، والجواب للأسف خطأ. الجواب الصحيح هو إيش؟ هي الروبية الخليجية. خلاص طبعاً للأسف الأخت ما أجابت، لو كانت أجابت كان استمرته. للأسف طبعاً ينتهي رصيد الأخوات هنا ولا ونعايم عند 10,000 ريال، مبلغ قليل جداً، كنا أمل أن تواصل لكن للأسف. هذه أيضاً هدية لكم من الشركة العربية اليمنية للإسمنت راعي برنامج الميدان، كل عام وانتم بخير وطيبين وألف مبروك لكم رمضان. أهلا بكم ميدان طفولين جديد، اليوم من مدينة الشحر سعاد. مواهب تتعدد وإبداعات متنوعة ومختلفة مع الأطفال. فجر فواز محمد العماري، كيفك يا فجر؟ خير. مبسوطة؟ أيوة. رمضان كريم. خلصت الدراسة الآن؟ أيوة. كم المستوى اللي خلصتيه؟ أول. طبعا في أول، لكنها الآن عمرها 6 سنوات. صغيرة أنت، 6 سنوات وفي أول ولا في ثالث الآن؟ ولا في الروضة؟ أول. فجر طبعا موهبتها في مجال الرسم بالألوان المائية، وهي إبداعات جميلة برغم هذا، برغم صغر السن. فجر متى بدأت في الرسم؟ من 3 سنوات. من عمرك كم؟ 3؟ أيوة. يعني كنت صغيرة مرة. كيف بدأت في الرسم؟ إيش أول حاجة رسمتيها؟ رسمت وجه البنت. الوجه كذا؟ أيوة. رسمتي أنت بيدك ولا من ساعدك؟ طيب، وبعدين ايش اللي رحتي ترسميه، دايم لحالك ولا مع اخوانك ولا لوحدك ترسمين؟ انا لوحدي ارسم. طيب نتعرف بس الان على عشان نبدا على الادوات هذه المعش، ايش هذا وايش هذا وايش هذا عشان تعرفي. ما اعرف ايش هذا، هذا صمغ ولا ايش؟ ده مي. مي، مي في الرسم. ايش تسوين بالمي؟ يعني نسوي فرشاه بالمي عشان. ممتاز. طيب نشوف اولا الرسومات، انت في رسمتي حاجه؟ هذا كلها رسوماتك؟ ايوه. نشوف، ورينا الرسومات اللي رسمتيها يا فجر. هذا كله الدفتر تبعك هذا ولا حق ماما؟ حقك؟ تبعي. طيب نشوف الان كذا، ورينا كذا. هل هذه اول رسمه؟ ايوه. هذه من لونها هذه؟ من انت؟ لا الا هذه كلها تلوينك. جميل. طيب نشوف في عد حاجه رسمه. هذه، طيب نشوف هذه الرسمة. هذه رسمة، لا بس هذه مش انت رسمتيها، نشتي الحاجات اللي رسمتيها انت. الا انا. هذه انت الان رسمتيها؟ ايوه. انت رسمتي هذه هذه امرأة صح؟ وهذه من دي؟ انت. وهذه من؟ ابوك. يعني ابوك وانت وامك. ايوه. وش عاد هذا ايش تريدونه؟ هذا اللي فوق ايش ذا؟ صحب. وهذا اللي تحت؟ فين؟ هذا موج. وده هي السمك هذا؟ السمك. بس هذه رسمة من اللي رسمها لك؟ الوالدة؟ أنا. ومن اللي لونها؟ أنا. أكيد؟ أيوه. هذه رسمة حلوة، هذه حق ناس كبار، هذه حق ناس في خمام. أنا رسمتها. متى رسمت؟ رسمتها بعد كم أيام. ممكن ترسمي الآن رسمة؟ يلا شوف. إذا فجر مبدع ما شاء الله، صورة جميلة وإبداعية حلوة. بتبيعين الصورة؟ تبيعينها ولا ما تبيعينها؟ ولا تهدين حياة هدية؟ ممكن. فجر مبدعة أيضا في مجال الرسومات الإبداعية المائية، وأيضا في مجال اللغة الإنجليزية. تدرس في معهد؟ تدرسين في معهد؟ أيوه. إيش المعهد؟
احب انجلش. انجلش انجلش تدرس انجلش، وايضا في مجالات متنوعه من الشعر والادب، واهتمام طبعا من والديها. مبروك عليك، وطبعا نحن نظير هذا الابداع والتميز، نقدم لها طبعا هذه الميداليه، ميداليه التميز من قناه حضرموت وبرنامج الميدان الرمضاني. نظير ابداعاتها اللي نراها ان شاء الله مستقبلا، طفله موهبه واحده. مبروك عليك يا فجوره، مبروك عليك، كل عام وانت بخير وانت طيبه. وايضا نعطي لها هذا المبلغ المالي من راعي برنامج الميدان، الشركه العربيه اليمنيه الاسمنت راعي برنامج الميدان. مبروك عليك، كل عام وانت بخير وانت طيبه ان شاء الله، مبروك عليك. حياكم الله إلى مغامرة الميدان لهذا اليوم، مغامرة جديدة في وسط هذه المزرعة. هنا مزرعة الأخ عوض بن جوبح بمنطقة بدرة في سدبه. مغامرة اليوم يتطلب على المتسابقين شد الهمة، تمام ولا ضعاف شكلكم؟ لا شد هم. كم المبلغ؟ مبلغ 60,000 ريال. 60,000 ريال. المتسابقين الأربعة وصلوا إلى هنا، ولكن كيف وصلتوا؟ صرنا دق علينا صاحب العمل. من هو؟ عوض بن جوبح. طبعا الأخ، طبعا كانت هذه فكرة المغامرة لهذا اليوم، الأخ عوض دق على المتسابقين وتجمعوا في هذا المكان، ونحن الآن عصرا بهذه الطريقة. الآن يتوجب على المتسابقين الحصول على الكنز وهو مبلغ 60,000 ريال، لكن أين وفين وكيف هذا نتعرف عليه بعد التعرف على أسمائهم. الاسم عبد الرحمن أحمد بن رباع، المنطقة بدرة. عمار صالح عبد الله بن بشر، المنطقة الشرقي. نواف صالح بن عبد الله بن عمر بن سلطان، من عمد. عبد العزيز محمد بن جوبح، سد. إذن الكنز الآن يبدأ وينطلق من هذه الرسالة. طبعاً الأخ، قلت لي اسمك؟ عبد الرحمن. الأخ عبد الرحمن سيكون هو قائد الفريق، ويتوجب عليه قيادة هذا الفريق حتى الوصول إلى الكنز وإلى 60,000. أولى الرسائل الموصلة إلى هذا الكنز هي هذه الرسالة، عليكم الآن قراءة هذه الرسالة عشان توصلكم الكنز. معاكم بعدين 4 دقائق بعد آخر رسالة توصل الكنز، ما وصلتوا الله يفتح عليكم. إذا وصلوا إلى الكنز يحصلوا كما هو موضح على 60,000، إذا ما وصلوا شيلكم ولا ماشي؟ هلا بنصلي إن شاء الله. لا، إذا ما وصلتوا. لا ما وصلتوا خلاص. خلاص إذا ما وصلوا لهم مبلغ 30,000 فقط حق المحاولة. تبدو هذه رسالة توصلكم للكنز، بس تقرؤونها وبسرعة وتفسرونها. هذا عبارة عن لغز، حاولوا تفسرونه، إيش مكتوب فيه؟ انطلق إلى أحد النخيل الأربع من ناحية الحوض. كيف بتسوون؟ فننطلق من ناحية النخيل الأربع. عندكم هذا الحوض الآن، وعندكم هنا 4 نخيل، إحداهن فيها رسالة هنا، إيش هذا المكان؟ مكان نخيل. يعني إيش هذا المكان تسمونه؟ إيش؟ كربة. خلاص، يعني إذا دوروا في حسب ما هو موجود في الرسالة القادمة في واحدة من كرب النخيل الأربع، تنطلقون وبسرعة بس تتعاونون فيما بينكم وانت تصيح عليهم، يلا تنطلقوا وأنا بنلقاكم عند آخر رسالة، يلا. بسرعة بسرعة، يبحثون الآن على الكنز في إحدى النخيل وكرب النخيل. استمرارية البحث دون جدوى ودون الحصول على الرسالة، حتى الآن للأسف ما حصلوا على رسالة. يحاول ولكن يطيح. يبدو أن الوقت سينتهي على المتسابقين ولن يظفروا على 60,000. في كربة قريبة يبدو أنها، ولكن
شباب شدوا حيلكم. لقيتها. وينها؟ يلا يلا يا عزو يا عمر، وين حصلتها الحين؟ عليكم الصعود الى اعلى النخله والعثور على هن لتشغيل ماكينه الزراعه. كيف المهمة؟ عبد الرحمن كيف المهمة؟ ما شاء الله اتمنى تمام. تعرف تطلع ولا لا؟ ايوه. انتبه انتبه يا انتبه الهندبة يغلبك. تبعدوا من تبعدوا ميلو ميلو ممكن يزقل نزلبه معك. ها ما بقدر انزل بحذبته. لا لا انزلبه معك نزلبه في رسالة انزل بقي بحذبه ضروري. لا ما بقدر امسح. لا لا انزل انت وهو انزل انت وهو اوكي ضروري على شوي شوي انزل. يلا تاخذ بل بل وانا رسالة للحصول على جائزة المغامرة 60,000 عليكم تشغيل الماكينة وانتظار رسالة من عمق البير. عزو طبعا وصل المتسابقون الان الى ماكينه المزرعه. يتوجب عليكم ايش كان مكتوب في الرساله؟ مكتوب تشغيل الماكينه والذهاب الى البئر الحوض. يعني هناك في رساله بتطلع من البئر. أيوة. في رساله ستطلع من البئر ولن تطلع الا اذا شغلوا هذه الماكينه من عمق البئر. رساله بتطلع ايضا مع الماء. معكم الان 4 دقائق عندما نكون بدء تبدا المحاولات. تمام. طبعا ماكينه صعبه شويه. صعب يتطلب منهم جهد كبير. يتطلب اقل شيء لانهم صغار 3 واحد معاه الهندل. فين الهندل؟ هذا. الهندل بس انتبه بعدين لا يرجع لانه ممكن يكسر اليد. تمام تمام. لا عندك خبره؟ ايوه. في واحد على ايش هذا يسمونه النخس الضغط. الضغط في واحد سيكون عليه هذا الضغط. لازم عمليه ترجيع الضغط واضحه هذه. تمام جاهزين الان 4 دقائق جاهزين. لما نقول 4 دقائق حامد مع الصافره سيبدا الصافره معكم 4 دقائق عشان تطلعوا الرساله وتجدوا اخر رساله واضحه. واحد اثنين ثلاثة. تبيد لا 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 عكست عليك. ايش اللي حدث؟ انه ما فاك الضغط. بس انتبه قول. ايوه انتبه يا كنك. بسرعة الأربع دقائق تحسب الآن يا حامد بسرعة. واحد انتبه بس يده. انتبه يدك عبد العزيز لا تدخل يدك عند الهندل. تمام ركز يا صاحب الضغط. انتبه يد ممتاز. انتبه بس الانطلاقة ممتازة الانطلاقة. ممتاز ممتاز الآن. ايش مكتوب في الرسالة بس بسرعة عشان الوقت. بسرعة عشان الوقت بس ايش مكتوب فيها؟ حاول. ايش مكتوب فيها؟ يحافظ على ايه؟ الف مبروك لقد عثرتم. ايش مكتوب؟ الف مبروك لقد عثرتم على مبلغ 30,000 ريال للحصول على المبلغ المتبقي اوجر الرساله اسفل الحوض. اذا من بسرعه انا مر يا عز اطمر بسرعه. الان باقي معك دقيقتين. كم الوقت؟ دقيقة. الوقت الان معك دقيقتين. باقي دقيقتين ممكن تحصلوه. ممكن نحصل عليها ان شاء الله. يلا بس من بيفوز؟ عز عبد العزيز. عبد العزيز بسرعه. باقي كم يا حامد؟ باقي دقيقة 61 ثانية. عبد الرحمن بسرعة. عبد الرحمن بسرعة 30 ثانية ساعدوه. ايش مكتوب فيها بس بسرعة؟ ايش مكتوب فيها؟ تهانيا لك حصلت مع 60,000 ريال. حصلنا عليها. حصلنا عليها. لحظة بس كيف كان الجهد؟ كان الجهد متعب كثير. ايش اللي تعب؟
عادنا احنا يوم طمرنا ويوم شقلنا الهندة اليوم طلعنا فوق النخلة. عبد العزيز ايش كانت الصعوبة في في في, في المغامرة؟ المغامرة ان كانت ما عثرت عليها بجد. ايش كانت الصعوبة؟ صعوبة في الرسالة عورت عيني. انت ما ظهرت في اللعبة تمام، ممكن ما بيعطوك شيء، ليش ما ظهرت؟ ليش ما طلعت النخلة؟ ليش ما ضربت الماكينة؟ لأن كنت مساعدنا واذا احتاجوا شيء ولا شيء ساعدتهم. تتوقع انكم حصلتوا على 60 ولا انتهى الوقت؟ لا لا ان شاء الله حصلنا. إذا انتهت المغامرة وفعلا قبل الأربع دقائق عثر المتسابقون على الرسالة الأخيرة وفيها أيضا النصيب الأكبر وستين ألف ريال هنا في منطقة سدبه ومنطقة بدرة بالتحديد ومزرعة الأخ عوض بن جوبح. إذا ألف مبروك للفريق الأزرق اليوم وستين ألف ريال. إذا من الشركة العربية اليمنية لإسمنت راعي برنامج الميدان هذا مبلغ طبعا 60,000 ريال. ما شاء الله العمال اللي جبتهم وفوا وكفوا، وهذه 60,000 ريال استلمها القايد عبد الرحمن. عبد الرحمن و60,000 ريال وألف مبروك وفوز مجدي في هذه المغامرة. كل عام وانتم بخير وطيبين، مبروك عليكم. أهلا بكم إلى فقرة اليوم من تسوق والحساب علينا مع أسئلة جديدة ومتنوعة. اليوم أيضا مع لغز آخر، ولغز هذا اليوم نطرحه أولا على السادة المشاهدين ثم نسأل من في هذا المول. وفقرة هذا اليوم أيضا تأتيكم برعاية مجمع مول بن حترش التجاري هنا في مفرق منطقة الخشعة. أهلا بكم. وتساؤل هذا اليوم يقول: كيف تأخذ 10 من 10 ويبقى الناتج 10؟ نشوف نشوف الآن. تعال يا تعال، كيف حالك؟ كيف أحوالك؟ طيب طيب بارد. من وين؟ الخشعة. نفس الخشعة؟ نعم. حياك الله، رمضان كريم. كيف وعلى الجميع، كيف تأخذ 10 من 10 ويبقى الناتج 10؟ كيف؟ كيف تأخذ 10 من 10 والباقي يبقى 10؟ تأخذ 10 من 10. تأخذ 10 من 10 ويبقى 10. كيف تأخذ 10 من 10 ويبقى 10؟ كيف تشوف؟ صعب. تأخذ 10 من 10 ويبقى 10 معك. إذا أخذت 10 من 10 يبقى معك 10. كيف؟ كيف؟ صعبة. صعبة. نشوف هنا. خيارات. كيف حالك؟ الحمد لله. أحوالك وآلك. تعال، كيف تأخذ 10 من 10 ويبقى معك 10؟ تأخذ 10 من 10 والناتج 10. أيوة هي الناتج 10. كيف؟ اشرح لي. تأخذ 10 من 10 ويبقى 10 معك. 10 ريال أخذتها من 10 والناتج هي 10. من يدق عليك؟ هذا واحد البيت. طيب البيت إن شاء الله تجيب حي كويسة، بس جوب على هذا السؤال. كيف تأخذ 10 من 10 ويبقى معك 10؟ إذا أخذت 10 من 10 بتبقى معك معاد شيء. يعني تأخذ 10 من 10 ولا؟ نأخذ 10 من 10 ويبقى معك 10. وين 10؟ وين أصابعك العشرة؟ هاتها. إذا أخذنا 10 منهن يبقى معك عاد 10. كيف؟ يعني 10 في 10. للأسف ماشي. أصحاب لحل، كيف تأخذ 10 من 10 ويبقى معك 10؟ ماشي هذي بتبقى. هذه وين 10؟ هذه 10 بأخذ منها 10 ويبقى معك 10. صفر. لا كيف يبقى معك 10؟ ما بيبقى 10 ما عاد يبقى معك 10 من 10. صباعك إذا تبي إيه؟ صباعك إذا فتحناها وفكناها يمكن. لا أخذناها مش فتحناها. قربت. إذا حطينا شيء فيهن كيف؟ ايش هو الشيء؟ خاتم مثلا او شيء كذا حطيت فيهن سحبته ورجعته. هذا رجعت. اذا اخذنا 10 من هذا العشرة كيف يبقى 10؟ قربت انت الان. ايش؟ كيف ناخذ 10 من 10 ويبقى معك 10؟ مثلا تاخذ 10 اكياس من ايدك من اصابعك 10 تاخذ حيت 10 منها. 10 اكياس ايش؟ اي اكياس اي حاجه. 10 مثلا 10,000 10 اي 10 في اصابعك تاخذ من 10 يبقى اصابعك 10.
ركز معي سوا، انت الان قربت. كواش. كيف هذه؟ اشرحها لي. يوم ندرهن هن 10. ايش هن؟ كواش. ننزله يبقون 10 اصابع. لحظة، اقترب إلى حد ما. قال الكواش، أنتوا ايش هذه تسمون كواش ولا أكياس؟ كواش. عندكم كواش؟ أيه. أنت من فين؟ من خشعة. حيال أصحاب الخشعة، يبدو أنه ذكي. كيف نأخذ 10 من 10 اللي بقى معك 10؟ يوم ننزلهن من إيدك. الكياس. أيوه. قال الكواش أو أكياس اليد. إذا أو القفازات كما تسمى عندما تكون في اليدات. إذا أخذنا 10 أصابع الأكياس تبقى معنا إيش عاده؟ 10 أصابع. 10 أصابع اليد. فإذا أخذنا 10 أصابع للأكياس أو للكواش أو للقفازات تبقى معك كم؟ 10. هل تروح أصابعك؟ لا. هل تخرج؟ لا. هل تتقطع؟ لا. تبقى معك 10. وجواب صحيح ونموذجي يستاهل. كيف عثرت؟ تركز؟ من الاسم؟ محمد صالح بن بدر. محمد صالح؟ بن بدر. بن بدر. من وين في الخشعة؟ من نعم الخشعة. نفس الخشعة. من وسط الخشعة وإجابة صحيحة. طيب فين البضاعة؟ ماشي بقى. ركز الآن معي، ما معك سلة؟ نعطي لك خيارين، إما نعطي لك 30 ثانية تتسوق فيها، إيش رأيك؟ هو الخيار الثاني؟ الخيار الثاني السلة. ما معك شي سلة؟ لا ماشي سلة. أو معانا هذول الإخوة تختار واحد منهم المبلغ اللي في جيبه نعطي لك. ايش رايك؟ اختار واحد من ذول اللي انا ماشي. لا نختار نص نص دقيقة. ذولا ممكن حد مع 100,000 ولا لا؟ ما حد. ما حد. طيب لحظة سووا. خلاص خلاص مك واثق فيهم ولا ايش؟ بس سووا. خلاص سووا 30 ثانية؟ جاهز 30 ثانية تأخذ ما تريده من هذا المول. جاهز خلاص؟ نعطي له بس فرصة التجهز للتسوق في 30 ثانية ونعود إليكم مع حظ الأخ محمد صالح. محمد صالح بن بدر. نشوفكم بعد لحظات. نقول 1 2 3 يلا يلا يا محمد بن بدر عجل. ممتاز الرز ممتاز. أيها بس حاول تحط في السلة تمام عشان ماشي يسقط عليك. عجل شلك حاجة أكبر. هذه حاجة صغيرة يا محمد. عجل عجل بسرعة الوقت عاد ما انتهى. بسرعة محمد الله يهديك. والله يا محمد إيش سويت؟ واضح أنك ارتبكت شوي. أنا أحس أن عنده فرقة. لا ماشي. أنت في الأول كنت تمام، شلت الكيس الرز أخذت اللبن، بعدين فجأة تجيب لي هذه الحاجة الصغيرة. مش معقول انك بتاخذ هذه الحاجة الصغيرة، ومش معقول انك محتاج لهذه الحاجة الصغيرة وانت ممكن تحمل جونية يعني دقيقة ثانية. محمد كنت اتمنى انك تجمع حاجة اكبر. طبعا هذا هو ما جمعه الاخ محمد، لكن تتوقع كم اللي جمعته؟ يعني كثير؟ كم 30. كم 30. حاجة كويسة. انت اليوم ممكن جيت وكان معك اقل صح؟ طيب شل السلة وتحول عند المحاسب ونشوف كم الاجمالي ونحاسب عليه. وايضا هدية هذا اليوم مقدمة من إدارة سوبر ماركت ومول بن حترش التجاري. تتوقع أنت محاسب، تتوقع كم هذا المبلغ؟ والله بنشوف كم. حدود يعني حدود 30,000 حواليها. وانت برضه هو قال في حدود 30. يلا نشوف نحسب. بس برضه عندنا شرط أهم حاجة، أنه ما تكرر من المنتج حاجتين. يعني إذا أخذت عصير المندريش وعصير المندريش بيأخذ بينزل واحد منها. تمام يلا نشوف. طيب باقي الأرز. يلا الأرز نفعل. يلا نشوف مع الأرز كم إن شاء الله تكون، ونقول ما شاء الله تبارك الله عليك وإن شاء الله تكون لك. الإجمالي 26,150. ما وصل 30. لا ما وصل. على كل حال طبعاً 26 و150. الأخ سعيد هنا محاسب مالي يسلمها للمحاسب، وهي أيضاً المبلغ مقدم من راعي هذه الفقرة أيضاً لهذا اليوم من إدارة
مول بن حترش التجاري وسوبر ماركت بن حترش التجاري هنا في المجمع الدولي في منطقة الخشعة. إن شاء الله نلقاك على خير يا محمد بن بدر، فرصة طيبة وأهل الخشعة، ونلقاكم إن شاء الله في تسوق آخر وتسوق، والحساب علينا. في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.